السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي. اليوم لنا عودة للشهيوات والكوزينة. فترة طويلة ما قدمش لكم شي وصفة حيت ما كنلقاش شي دعم كتير والتشجيع. كما كتعرفوا باش تصور شي فيديو ودير المونتاج كيطلب منك جهد كبير وتياخذ من وقتك بزاف. لهذا كنطلب منكم تزيدوا تشجعوني، واللي غادي يشوف القناة لأول مرة ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك، وتخليوا لي تعليق محفز ولو بكلمة واحدة، وشكرا لكم. اليوم إن شاء الله غدا نقدم لكم طبق رائع جدا بالفلفلة ألوان والكفتة والخضر، كيجي كيحمق من حيث المذاق والشكل. كنتمنى تجربوه وتذوقوه لأنه فعلا فعلا كيستحق التجربة. ودابا دوزوا معايا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات كما كتشوفوا معايا هنا، عندي واحد المكون رئيسي اللي هو الفلفلة ألوان، عندي كذلك واحد 250 غرام ديال الكفتة، عندي جوج قرعات خضرين محكوكين، جوج خزوات محكوكين، واحد جوج بطاطات كذلك محكوكين رقاق على هذا الشكل. عندي هنا واحد ثلاثة الماطيشات كبار اللي طحنتهم في خلاط الكهربائي، عندي هنا واحد البصلة مويان اللي قطعتها رقيقة على هذا الشكل. بالنسبة لهاد التوابل كتخص الكفتة والخضر، عندي كذلك واحد جوج دروس ديال الثوم، نص ملعقة ديال الكمون، نص ملعقة ديال الملح، نص ملعقة ديال الخرقوم، وكذلك واحد نص ملعقة ديال الإبزار، وواحد ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر أو التحميرة. عندي هنا واحد الكمية لا بأس بها من القزوة والمعدنوس، وهنا عندي واحد معلقة صغيرة ديال الهريسة، هذه مسألة إضافية. بالنسبة لهاد التوابل كتخص هاد المطيشة اللي طحنتها في الخلاط الكهربائي، عندي قزبر ومعدنوس، نص ملعقة ديال الخرقوم، نص ملعقة ديال الملح، كذلك نص ملعقة ديال الكمون، نص ملعقة ديال سكنجبير، واحد نص ملعقة ديال الابزار، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر أو التحميرة، عندي جوج دروس ديال الثوم محكوكين، واحد معلقة كبيرة ديال مطيشة ديال الحك، وغادي نضيف واحد الورقة ديال الرند. عندي هنا واحد الكمية ديال زيت الزيتون اللي غينسم بها هاد المكونات كاملة. غندوز معكم دابا مباشرة لطريقة التحضير. دابا غنشعل على المقلة ديالي تسخن. بعد ما سخنات المقلة ضفت لها واحد الكمية ديال الزيت، ممكن إضافة زيت المائدة، وملي نبغيو نسمو هاد المكونات كاملة نضيفو زيت الزيتون. غادي نضيف لها هذيك البصلة اللي شلضناها على هاد الشكل، وغنضيف معها كذلك الثوم. غنخلي هاد المكونات الأولى تحار شي شوية، بعد ما تحرات لينا البصلة مع الثومة غادي نضيف ليها الكفتة على هذا الشكل، كنضغط عليها بهذه الطريقة باش طيب لينا وهي مفرتة. الكفته ديالنا بعد ما بدات كتدخل شويه في الطياب غادي نضيف لها دوك الخضر اللي سبقنا وحكيناهم من قبل، قرعه خضراء وخيزو وحتى البطاطا. دابا غادي نحاول ندمج هاد المكونات ونخليها حتى هي تشحر مع هذيك الكفته والبصله والثومه. غادي نخلي المكونات ديالي طيب وغادي نكمل معكم تتم التحضيرات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الفلفله معمره بالخضر والكفته. كتعرفوا ان اغلب الوصفات اللي كتكون بالفلفله كتكون معمره بالكفته والروز. اليوم بغيت نبدل من طريقه ديال الكفته والروز، سبق وحطيت هذا الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط اسفل. بالنسبه لهذه الوصفه بهذه الطريقه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها اكيد اكيد ما غاديش تندموش عليها، وغادي تبقاو ديروها كل مره. وبهذه الطريقه غادي تحبوها حتى لوليداتكم لان فيها الخضر وفيها حتى الكفته. الخضيره ديالنا والكفته بداو كيطيبوا، غادي نضيف لهم هذوك المكونات اللي عندي جانبا، التوابل والقزبر والمعدنوس. غنضيف كذلك هذيك معلقه صغيره ديال الهريسه،
وغادي نزيد نسم هاد المكونات بزيت الزيتون ونخلي المكونات ديالي حتى تطيب وتندمج ليا. التقديره ديالنا الكفته بعد ما وجدوا لان مازال تبعهم طياب في الفران غادي نحيدهم ونوضعهم في هذا الاناء وندوز نوجد معكم الصوص اللي غترافق لينا هاد الطبق ديال اليوم. غندوز ناخذ معكم نفس المقله ونوضع فيها هذيك المطيشه اللي طحنت ونضيف لها كذلك هذوك التوابل اللي شفت معاكم كاملين. ما نساوش ورقه ديال الرند اللي سبق وذكرت، وغادي نضيف واحد الكميه ديال زيت الزيتون. هنخلي هاد المكونات تشحر مزيان حتى يوجد معنا لاصوص. الصوص ديالنا بعد ما وجدات كما شفتوا معايا ما غاديش نطيبها بزاف لان هادشي كله باقي تابعو الطياب في الفران، وضعته جانبا وغادي ندوز نقطع معكم الفلفله اللي بالالوان صراحه كتجي زوينه هاد الوصفه. دابا غادي ندوز نقطع معكم الفلفله، غادي نحاول نحيد لها واحد شويه من هاد الرويس. وغادي نقسمها على جوج. غادي نحيد لها هاد الزرارع ديالها. ولا بغيتي تستعملها بطريقه اخرى كتحاولي تحيدي لها هاد البارتيه الفوقانيه كتجي على هاد الشكل. اليوم انا بغيت نوضعها على هاد الطريقه هادي. غادي نكمل بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا هنا، كملت الفليفله ديالي كامله. غادي ندوز ناخذ الاناء اللي غنوضع فيه المكونات كامله. خديت هاد الاناء الدائري، ممكن تستعملي اي مول عندك. غادي نحاول نفرغ فيها هذيك الصوص اللي وجدت معاكم. دابا غندوز نعمر الفلفله بداك الحشو اللي وجدت معاكم. وفي هاد الاثناء شعلت الفران يسخن على درجه حراره 170 من الفوق، ومن الاسفل كنوضع دائما المول ديالي في الوسط. غنبدا على بركه الله. كنحاول نعمرها مزيان. صراحه هاد الاكله كتجي بنينه بنينه بنينه، وبغيتكم حتى نتوما تذوقوها وتجربوها. دابا غنوضع معكم الفلفله في هاد الصوص اللي وجدت. بعد ما طابت الفلفله وخرجتها من الفران وجدت هنا جانبا واحد الكميه ديال الفخوماج غابي، غادي نحاول نوضعها فوق منه. وقبل ما نوضع الفخوماج غادي نحاول نضيف لها واحد القليل ديال زيت الزيتون. ودابا غنضيف لها الفخوماج غابي ونعاود نرد الفران. ونقدمها في طبق التقديم بالصحة والراحة. بعد ما خرجت الطبق ديالي من الفران قدمته بهذه الطريقة. كتبقى مسألة تقديم مسألة اختيارية صراحة، جاء في المنظر رائع حتى في المذاق. ممكن تقدمي بهذه الطريقة لجماعية كيف يمكن تقدميه بطريقه فرديه اللي على هذا الشكل. كنتمنى ان هذا الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لان فعلا فعلا كيستحق التجربه.